سوهاج سوهاج سوهاج، اسبوع اسبوعين من النهارده او اسبوعين النهارده والاعلام ملوش سيره غير سوهاج والنقله الحضاريه اللي حصلت في سوهاج، وازاي الحكومه غيرت حال وضع المواطن في سوهاج، وازاي ان المواطن النهارده على قرى ونجوع سوهاج متنغنغ في الانجازات ومتنغنغ في الحياه الكريمه ومتنغنغ في المشاريع ومتنغنغ في كل حاجه لطيفه ظريفه بتكلمنا عنها الحكومه. ايه السبب؟ سبب ان عبد الفتاح السيسي قبل اسبوعين راح افتتح احد القرى اللي موجوده في مركز طمة محافظه سوهاج واسمها عزبه ام دومه. كلام كتير بقى عن عزبه ام دومه، القريه النموذجيه، وعن حلاوه وجمال وطعامة الخدمات اللي موجودة في عزبة أم دومة، وقد إيه المواطن في ربوع الجمهورية النهاردة بيحلم إنه يكون ساكن في عزبة أم دومة، وإن إحنا المفروض الفترة اللي جاية هننقل خيرة المواطنين اللي ساكنين في العاصمة الإدارية الجديدة عشان يتفرجوا على إنجازات الحكومة في أم دومة. أنا هسيب أم دومة دي على جنب عشان اتكلمت حضراتكم عنها قبل كده، والرملة اللي جابوها فرشوها في الشارع قبلها بيومين عشان العربية المرسيدس تمشي عليها، والورد اللي مش عارف ايه، والروايح اللي رشوها في الشوارع عشان يبقى ريحة الشوارع كويسة من الصرف الصحي اللي كان طافح قبلها بأسبوع في شوارع القرية. لكن هنقول ان عزبة او ام دومة حصل فيها شوية مشاريع عشان يتم افتتاحها قدام الناس ونقول ان احنا عندنا انجازات. مش هكلمك عن سوهاج ولا عن نسبة الفقر في سوهاج اللي بتمثل رقم 2 على مستوى الجمهورية بنسبة تتجاوز 63.5%، ولا هكلمك عن أكتر من 100 قرية موجودة في قرى وفي مراكز سوهاج هي القرى الأكثر فقرا في الجمهورية، نسبة الفقر ما بين 80 لـ100%. لكن هكلمك عن مركز طمة اللي هو المركز اللي بتنتمي ليه القرية النموذجية اللي راح السيسي افتتحها واللي عملوا لها الحفلة والمهرجان والهيلمان اللي هي قرية أم دومة. مركز طمة هو أكبر مراكز سوهاج أو من أكبر المراكز على ما أعتقد، عدد سكان المركز 500,000 مواطن أو 500 وشوية، يعني بنتكلم عن 500,000 مواطن. عملت إيه يا حكومة للمواطن في طمة بسوهاج؟ سيادة المحافظ بيقول عملنا 175 مشروع لحياة كريمة، والمشاريع دي غيرت وجه مدينة طمة في سوهاج. ده الكلام، كلام مين؟ ده كلام سيادة المحافظ اللي هو طارق الفقي محافظ سوهاج، واللي قال ان المشاريع اللي اتعملت في طمة عددها 175 مشروع. احفظوا الرقم ده كويس عشان هنرجع له دلوقتي. 175 مشروع غيرت وجه الحياة في محافظة في مركز طمة. بإجمالي انفاق على مركز طمة لوحده 7 مليار جنيه. 7 مليار جنيه دفعتهم الحكومة في مركز طمة، عدد سكانه 500,000 مواطن. مش هقول لك بقى احسب بقى، احسب لو قسمت السبعة مليار على 500,000 كل مواطن ينوبه كام، يبقى عندنا مركز المليونيرات مركز طمة. وبعد كده هو الاول قال لك غيرت وجه الحياه في طمة، ودلوقتي بيقول لك 175 مشروع بمختلف القطاعات. حط لي الخبر. 175 مشروع بمختلف القطاعات غيرت واقع الريف بقرى طمة. دلوقتي عندنا تغيير حصل في واقع الريف وفي وجه طمة. كل حاجه اتغيرت حسب كلام سياده اللواء المحافظ، لدرجه انه بنفسه حسب كلامه بعظمة لسانه كان بيتابع بنفسه هذه المشاريع، واكد لنا بنفسه بعظمة لسانه انه تم الانتهاء من 175 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة في سوهاج. الخبر ده منشور بقاله قد ايه يا سيدي؟ بقاله 23 يوم، صح كده؟ 23 يوم، يعني قبل ايام، قبل اقل من شهر. سيادة المحافظ بيأكد انهم فتحوا 175 مشروع في طمة، رغم ان سيادة المحافظ النهاردة او يوم 4/1/2023 بعد الكلام ده بحوالي اسبوع، نفس المحافظ في نفس المحافظة
عن نفس المركز قال لنا انه عندنا 125 مشروع. لو تحط لي الخبر اللي بعده، لحياه كريمه في طمة وبرضه بتغير وجه مدينه طمة، اللي هو انت ايه؟ انت حافظ مش فاهم. يعني انت ال 175 مشروع اللي انت قلت لي عليهم ب 7 مليار غيروا وجه طمة، وال 125 برضه غيروا وجه طمة، وفي 50 مشروع كده وقعوا من سيادته في السكه. مش مهم يا عم، ده احنا عندنا مشاريع بالالاف. وعد بقى سعادتك مدينه طمة، البوابه الشماليه لسوهاج ونقطه الفصل مع اسيوط، 125 مشروع غيرت وجه الحياه في طمة. طيب نفس المحافظ عن نفس المركز في نفس وسائل الاعلام كان بيقول لنا 175. انا خلاص يعني بطلت اعد وبطلت اراجع ورا الساده المسؤولين، لان انا وحضراتكم اتفقنا ان الساده المسؤولين في بلدنا ساقطين حساب، محتاجين حد يفتح فصول محو اميه عشان يعلمهم الفرق ما بين 175 وال 125، الفرق ما بين المليار قدامه كام صفر والمليون قدامه كام صفر وال 100 قدامها كام زفت صفر، والفرق ما بين طفره وما بين فشل، الفرق ما بين انجاز وما بين اخفاق، الفرق ما بين غير وجه طمة وما بين ان المواطن في طمة النهارده ما شافش لا ابيض ولا اسود. بالجمله بقى عشان خاطر اقول لكم البقين دولت عشان نخش بقى على المواطن. حكومه صرفت في سوهاج 102 مليار جنيه. 102 مليار، متخيل؟ 102 مليار، والمليار 1000 مليون، يعني 102 ألف مليون جنيه اتصرفوا في محافظة سوهاج. طب انت مدرك هذا الرقم؟ 102 ألف مليون اتصرفوا في محافظة سوهاج، على الرغم من أهالي طمة النهاردة بعد 7 مليار وبعد ما اتغير وجه مش عارف ايه، الناس دي بتحلم بكوباية مية نظيفة. ده حلم أهالي قرى مركز طمة بسوهاج. أقول لحضرتك العزب عشان اللي بيحب يراجع، الناس اللي بتحب ايه تراجع بعض العزب اللي موجوده في طمة، عزبه نزله عبد الله، قريه نزله عبد الله، وكوم السعاده، والمدمر او المدمر مش عارف بتنطق ازاي عشان الناس ما تزعلش مني، وعزبه الوقات او الوجات. كل دي عزب النهارده بتحلم بكوبايه ميه. الناس دي بتشرب لحد النهارده من ميه بتعدي على مرشحات، والمرشحات مش شغاله لدرجه انهم لموا من بعض فلوس وجابوا فلاتر، حطوا فلتر في غرب العزبه وفلتر في شرقها، والفلاتر بتبوظ. المهم الناس عندها سرطان وكبد ومشاكل في الصحه بسبب الميه الملوثه اللي بيشربوها. خبر ده بتاريخ 30 مارس 2022، اعمده الكهرباء المتهالكه بتهدد حياة أهالي طمة في سوهاج، رغم أن المحافظ والله العظيم من شوية، تعالى كده يا خالد، من شوية، من دقيقة لسه في الصفحة اللي قبل شوية كان سيادة المحافظ مأكد لنا أنه غير وجه طمة. لكن أعمدة الإنارة زي ما شفتوا، رجع لي تاني على الخبر على شكل العمود اللطيف الظريف ده، شايف العمود معمول إزاي؟ وده طبعا بجهود الأهالي، الأعمدة المتهالكة بتهدد أهالي طمة بسوهاج. رغم ان سيادة وزير الكهرباء الدكتور شاكر، محمد شاكر وزير الكهرباء، مأكد لنا ان وزارته الميمونة بالتعاون مع حكومته الفاضلة بالاشتراك مع حياة كريمة الموقرة صرفوا على محافظة سوهاج 3.3 مليار جنيه لتطوير شبكات الكهرباء في سوهاج خلال 8 سنين. طبعا ده غير المليارات التانية الكتير. يعني عارف انت ايه اللي هو ايه؟ الحكومة دي متورطة تورطة توريطة ما يعلم بها الا ربنا. عيل شمال ضحك عليهم، خد منهم الفلوس، خد منهم المليارات، وخايفين حد يحاسبهم، فعمالين يبعزقوا مليارات هنا وشوية مليارات هنا وشوية مليارات هنا، وسبعة مليار لطمة وثلاثة من عشرة وثلاثة وثلاثة من عشرة مليار للكهرباء، ومية واثنين مليار قالك للحياة كريمة في طمة. عايز بس أعرض لحضرتك هذا الفيديو، أحد مواطني طمة في سوهاج بيقول لا عندنا خدمات ولا عندنا أي حاجة. نسمع هذا الفيديو. المستشفى ما فيهاش أي حاجة،
الواحد مريض واخد بالك هيبقى عنده غيبوبه ويوصل المستشفى يقول لك واخد بالك روح على صهادة على اسيوط او صهاد، ما فيش اي اعتناء هنا. الكهرباء والميه اسعارها كثيره خالص، اسعارها كثيره، والبطاله يعني، والطرق واخد بالك مش نظيفه، الطرق مش نظيفه هنا افطمه هنا. الراجل الصعيد اللطيف ده الطيب قال لك الطرق مش نظيفه، وقال لك المجاري طافحه. انا على فكره احنا في بلدنا بنتكلم زيهم كده، الطرق مش نظيفه والمجاري طافحه والمدارس مش شغاله، الحدات الصحيه خرابه. خبر بيقول لك اهالي طمة بسوهاج بيعانوا من طفح ميه المجاري المستمر. انا مش هتكلم بقى، شوف انا معايا لسه كام قد ايه بس الوقت. كل دي اخبار، كل دي ادله، كل دي مستندات بتقول ان اللي حصل في طمة مجرد كلام على الورق. اهالي طمة النهارده متورطين ما بين مليارات حياه كريمه والفشل اللي الناس عايشاه. عايز حد يطلع يقول لي فلوس بتروح فين؟ فلوس حياه كريمه البلاعه اللي بلعت المليارات دي وديتهم فين؟ اشوفكم بكره على خير في حلقه جديده من الشرق اليوم.